فاعتقد خاطر للاسلاميين هناك تغييرات كبيره قاعده تحصل، والنهضه اللي خلاها معناها تستمر اليوم وتكتسب مصداقيه داخليه وخارجيه مش ندافع عليها، هي انها اصبحت مختلفه حتى على الشبكات الموجوده في بعض بلدان العالم. اليوم كي نشوفوا القائمات ونشوفوا التنوع الموجود في القائمات، نشوفوا المواقف، نشوفوا دورها في صياغه الدستور، ما تنساه ثم بند في الدستور اسمه حريه الضمير. Radio Medellín.